لو كانت المظاهر بالشكل والجسم أهم من الروح، لما كانت الروح تصعد إلى السماء والجسم يدفن تحت الثرى. فكم من مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء. فالمعيار هو التقوى وليس الأقوى. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تحزن إن جهلوا قيمتك، والتفت إلى قيمتك عند رب الكون، ودع الخلق يظنون بك ما يظنون.